لا لا مو لندن لا لا مو هذه لندن لا 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 مو لندن تغيرت لا لا اللي تبنيه الدول في سنين عن طريق الإعلام وعن طريق المشاريع وعن طريق الابتعاث وعن طريق من حضارة من تطور من صناعة من فكر من حضارة يجيك الأشكال هذه تهدمها في سفرة واحدة يجي يمحق الأول والتالي يبين للناس أن هذا هم العرب هذا هم كذا هذا متخلفين بدو يدخلون يفحطون في مزارعهم ويرفعون الصوت ويركبون في الحوض ملي ضحك عليكم قال ان هذه انها فله وانها وناسه وانكم صايدين الجو هناك العالم تضحك عليكم انتم منبوذين هناك واصبحتم منبوذين هنا الناس المثقفه العاقله الواعيه تنبذ الفكر هذا اللي قاعد تسوونه انتم قاعد تسيئون للمجتمعات العربيه بشكل عام